بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى حشاد لا يمكن أن نتكلم إلا بأدب حشاد، وإنني بهذه المناسبة أريد أن أستعير كلمات الشهيد حشاد: أحبك يا شعب لأنك عند الشدائد تنبض بقلب رجل واحد. تونس تحتاج الآن إلى كلمة واحدة، إلى رأي واحد، إلى قلب واحد تنبض به. إذا كنا أوفياء لحشاد هذا هو الطريق، ومن يريد أن ينتسب لحشاد وينتسب إلى الاتحاد الذي أسسه حشاد عليه أن يدرك هذا المعنى. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى ما يجمع شعبنا، تعالوا إلى مصلحة تونس. لا يمكن أن تكون لغة المجلس الوطني التأسيسي إلا هذه اللغة، لغة الإدانة مطلوبة ولكنها بعد التحقيق. وبعد الإدانة لا بد أن يتخذ المجلس ما يراه مناسبا من قوانين. هذه سلطة الشعب، وهذه سلطة هذه المجلس سلطة أصلية يستمدها من الشعب. لا بد أن نتعامل مع واقع بلادنا بهذه المعاني وبهذه العقلية وبهذه المنهجية وبهذه الرؤية. لا يمكن أن ندين بدون أن نتثبت، والعنف بالنسبة إلينا مدان مهما كان مأتاه. العنف مدان، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نبحث له عن تبرير وعن أي مسوغ. تونس تحتاج إلى كل أبنائها، تحتاج إلى نخبتها، تحتاج إلى اتحادها، تحتاج إلى كل شاب وشابة فيها. لابد أن تكون هذه اللغة داخل هذا المجلس، وأنا أحمل كل نائب في هذا المجلس مسؤوليته عن التحريض، مسؤوليته أن يلقي التهم هكذا جزافا دون أن يتبين، لأن لكلامه صدى في المجتمع ولكلامه صدى في شعبنا. فلا بد أن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية، ولا بد أن نحدد من الآن. وأنا أقول وأدعو المجلس الوطني التأسيسي، أدعوه أن يحدد من الآن رزنامة عمله المستقبلية، وأدعوه أن يدقق في قضاياه وفي أولوياته، وأن يضع كل أولوية من أولويات البلاد على سلم اهتماماته. ما ينبغي أن نبقى هكذا مجلسا يتأثر ولا يؤثر. الأصل نحن من يقود السياسة في تونس ومن يصنع السياسة في تونس، لا نبقى ننظر إلى الأحداث ونتأثر بها ونزيدها تأجيجا واشتعالا ولا نبحث لها عن حلول. مسؤولية هذا المجلس أن يصنع الحل وأن يضع البلاد على طريق الحلول المستقبلية، وحركة النهضة هذا مسارها، وتدعو إلى هذا الطريق وتنادي إلى هذا الطريق. تعالوا إلى كلمة سواء تنقذ تونس وتجعل تونس تنبض بقلب واحد كما أشار إلى ذلك حشاد. ومعذرة إلى حشاد، ومعذرة إلى كل شهدائنا، ومعذرة إلى كل المناضلين عن هذا الأداء في هذه المؤسسة. ورجائي مرة ثانية وثالثة ورابعة أن ننتقل بهذه المؤسسة إلى دور الفعل. شكرا شكرا سيد الكريم.